بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشرق FM 94.4، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا. وعود حميد ان شاء الله رب العالمين. كانت رحله طيبه للسعوديه. الحمد لله رب العالمين. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. بدايه نود مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشارقه FM 94.4 ان نوجه نيات حضرتكم الى ان موعد البرنامج في هذه الفتره والفتره التي تليها بمشيئه الله تبارك وتعالى حتى ننتهي من الوعد الحق بالجنه ومستقرها في النهايه بمشيئه الله تبارك وتعالى، سيكون يوم الاثنين ويوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة 10:10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وسوف تعاد إذاعة البرنامج كالتالي: يوم الجمعة تعاد إذاعتها في يوم الأحد في الساعة 2:45 ظهرا بتوقيت الإمارات، وإعادة حلقة يوم الاثنين تكون في يوم الأربعاء في تمام الساعة 2:45 ظهرا بتوقيت الإمارات. وزميل خضر عبد المطلب يتفضل بكتابة هذه المواعيد على الهواء مباشرة ومواعيد الإعادة على الشاشة حتى تعم الفائدة. فضيلة الشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي، يعني أنا بين نارين حقيقة. حيراني. أعاذك الله من النار. بارك الله في فضيلتكم. النار لا، كنت أتمنى أن يكون برنامج الوعد الحق له تأثير إيجابي على الناس وأن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعمر الدار الآخرة وأن يرحم بعضنا بعضا في دنيانا، ولكن لشد أسفي حينما نقرأ عن هذه التفجيرات التي وقعت في عمان وهذه التفجيرات التي تصيب بلاد المسلمين ربما بعيد المسلمين كما تقول وسائل الإعلام، فلست أدري، شعور متناقض يدور بخلد الآن. لماذا هذا التدمير ولماذا هذا الخراب وأين الوعد الحق وأين هذا الكلام الذي نريد أن ننتقل بالناس من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، وتفجيرات عمان التي تصيب الكثير وتقتل الكثير الأبرياء من المسلمين، ما ذنبهم ومضرهم؟ آلمنا كثيرا، طبعا آلمني شخصيا ولا سمنا ألمح على وجه فضيلتكم. يعني مأساة كبيرة تظهر الآن. تؤلمني حقيقة الأمر. أي إضرار بالأبرياء في أرض الإسلام وفي الأردن حيث يعني البلد آمن مطمئن، ويصيب أهلها هذا الضرر الكبير وهذا الإضرار، وهذه أمور حقيقة الأمر لا يعرفها الإسلام. حتى الذين يأتون إلى بلادنا من خارج العالم الإسلامي هم مؤمنون على أنفسهم حتى يعودوا إلى بلادهم مرة أخرى. لا. دخلوا عندنا بعقد أمان وإن كان غير مكتوب، لكن لا. هو مكتوب في القلوب. لا. وكم الواجب نحن كمسلمين نحافظ عليهم حتى يعودوا إلى بلادهم. ولكن يبدو أن قلة بضاعة الفقه عند بعض من أبنائنا، وربما هناك يد خفية ليست من المسلمين تعمل مع بعض الجهلة في أن تقض مضجع كثير من المسلمين الآمنين وكثير من غير المسلمين الآمنين. يعني ألم شديد يعتر الإنسان ما حدث في الأردن وما يحدث في أي بلد مسلم في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان من أرض الله. لكن للأسف الشديد هذا العمل المشين نحن لا نقبله ولا نقره، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن الأردن ويؤمن بلاد المسلمين كلها إن شاء الله. ويعني دعاؤنا للحكومة الأردنية أن يعني والأهل أصحاب الحل والعقد فيها وأهل الفكر وهم كثر والحمد لله، أن يعالجوا الموضوع بشيء من الحكمة، ولابد أن يؤخذ على يد الإنسان الذي يعتدي على حرمات الناس وعلى ترويع الآمنين. ليس هذا من الإسلام، ليس من الإسلام أن يروع إنسان أبدا. فليتقي الله كل مسلم في دينه ثم في وطنه حتى لا ينظر إلينا الغير نظرة يعني كما
يدري الجميع كيف ينظرون إلينا. نعم بارك الله في فضيلتكم. وربما يكون النار الأخرى التي أنا بين هذه النار والنار الأخرى كما صدرت كلامي أننا سوف نتحدث عن النار. هذه بل نبدأ الرحلة. يعني قضية إحنا وقفنا عند الصراط فالحوض فالشفاعة فبقيت النار ودركاتها والجنة ودرجاتها. نعم. فلا بد من الحديث عن شيء ذكر في القرآن بهذا الكم الكبير ولا بد أن نتحدث عن ونحن سوف نسبق بالحديث عن النار ودرجاتها حتى نجعل الخاتمة خيرا إن شاء الله بالحديث عن الجنة ودرجاتها إن شاء الله. فيتحملنا المشاهدون والمشاهدات في سرد حلقات النار ودرجاتها وحتى نتوقف يتوقف كل واحد منا ليرى سكان كل دركة لكي لا يكون منهم. هذا هو المطلوب الأساس. نحن لا لترويع أمنين ولا تخويف مسلمين ولكن نحن لنشر حقائق كتاب الله والكلام الذي ورد على يعني لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستبين الحقائق. ولكن يعني من قبيل الأبوة والبنوة التي بيني وبين فضيلتكم يعني اسمح لنا قبل أن نتحدث عن دركات النار وعن أهل دركات النار نبدأ بالمبشرين بالنار. نعم. يعني هنالك المبشرون بالجنة. نعم ربما جعلنا منهم. فهل هنالك مبشرون بالنار لا. يذهبون إليها دون حساب؟ في طبعا. حتى نطمئن على أنفسنا خطوة خطوة. توكل على الله. نبدأ قبل أن ندخل في الدركات أو وصفها. نعم. بالمبشرين بالنار. أعوذ بالله رب العالمين. أولا. أعاذنا الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات منه. إن شاء الله. لنبدأ بالمبشرين بالنار والأعوذ بالله. بارك الله فيكم. هذا من باب التهكم أيضا. نعم. المبشرون بالنار. نعم نعم نعم. فبشرهم بعذاب أليم واهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. نعم سلم يا رب. توكل على الله. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 وعبر الشارقة الفضائية مع المبشرين بالنار بعد هذا الفاصل كونوا معنا. الوعد الحق. هذا البرنامج برعاية تعمير قصة نجاح تشمل مشاريع تعمير برينسيس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم برج الأميرة أطول برج في الشارقة مشاريع الدانة في المدينة العالمية صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين مدينة السلام في أم القيوين قرية الأميرة في عجمان والعديد من المشاريع المميزة تعمير قصة نجاح. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى وأول المبشرين بالنار. والعياذ بالله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد يعني إذا كان الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وصلوا درجات من الهدى والطاعة إلى أعلى ما يتخيل الإنسان فالمبشرين بالنار وصلوا إلى دركات في المعصية إلى أقصى ما يتصور الإنسان في عصيان الله عز وجل انحطاط والعياذ بالله ونبدأ بأولهم وهو إبليس. إبليس إذن ما الشيطان؟ ورد اللفظان في كتاب الله عز وجل. نعم. الشيطان أو إبليس وكلاهما لشخص واحد. نعم. الشيطان شطن أي بعد في اللغة. نعم. في اللغة. أو أن كل مخلوق سواء كان من الإنس أو من الجان سواء إنس أو جن. جن يبعد الناس عن طريق رب الناس فهو شيطان. تتوفر فيه خاصية الإبعاد. الإبعاد أنه يبعد الناس عن طريق الهدى. لأغوينهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو رايح للمسجد يلاقي صاحبه شيطان الإنس قاعد رايح فين؟ يا عم صلاة إيه؟ تعالى بس نقعد شوية وبعدين صلي براحتك. هذا شيطان. إيه ده الخيمة اللي أنت حطاها على رأسك دي؟ يا خلي شعرك الجميل ده يظهر أمام الناس. كده ما حدش ينظر ويتزوجي يخطب بنتك طالما انت حجبتيها بدري. هذا شيطان الانس وننظر اليها انه هكذا. شيطان الجن هذا الذي يعني
ذكر انه ابليس. وسبحان الله يعني ابليس قال العلماء او علماء البلس من لا خير عنده. عندوش خير سبحان الله. او انسان مبلس يعني ساكت منقطع عن الخير. ده في اللغه منقطع عن الخير. سلم يا رب. والعياذ بالله رب العالمين. منقطع عن الخير والعياذ بالله. ما القران استخدم كلمه مبلسون. مبلسون نفس القضيه. فعندك ابليس تكررت في القران 11 مره. والشيطان ابليس 11 مره في القران. في القران. والعجيب ان الاستعاذه بالله ذكرت 11 مره. سبحان الله. يعني استعاذه بالله سبحانه وتعالى من اي شيء في القران الكريم كله 11 مره. وابليس 11 مره ايضا. عجيب سبحان الله. 11 مره لابليس و11 مره للاستعاذه. طيب جميل. الشيطان ذكر 88 مره والملائكه 88 مره. عجيب. ثنائيه غريبه. هذا كلام الله. ثنائيه غريبه ونعم بالله. تعال لابليس او تعال للشيطان. اولا هناك رايان. راي يقول ان ابليس من الملائكه. والا ما جمع مع الملائكه. يعني سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسجد. إلا لما أمر بالسجود كل سجد إلا إبليس أبى. وهذا يجعل بعض العلماء من كبار العلماء يقولون إن استثناء الله يرضى عليه. لكن أنا أميل للرأي الآخر وهو بنص القرآن إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سورة الكهف. أفلا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لما اهبط ابونا ادم القصه من اولها قصه أيوة. العداوه عشان نرى. ولكن هو وقتها لم يكن ابليسا. لم يكن شيطانا. لم يكن مبلسا. نعم. كان رئيس الجن. رئيس الجن كان عابد. كان عابدا. ما اسمه مثلا؟ ما شخصه رسمه؟ اسماء كثيره له ولكن كان من الجن. خلاص جني. مخلوق من الجن. مخلوق من النار. خلقتني من نار خلقته من طين. يعني هذا تعبيره هو. فنأتي بقصة من أولها كي نرى ماذا صنع مع أبينا آدم وأمنا حواء وماذا يصنع معنا اليوم. نفس القضية. وماذا سوف يصنع مع أحفادنا إن كان في الدنيا من بقية. لما أهبط لما أسكن الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء الجنة. أنت وزوجك الجنة. أيوة. وكل منها حيث شئتم رغدا. خلاص. طيب. ولا تقرب هذه الشجرة. هنا أيضا العلماء على رأيي. هل هي جنة الخلد التي يوعد المتقون؟ هذا رأي. أم أنها جنة فيها كل يعني ما يسمح للإنسان بدائي في بداية حياته أن يكون في كل حاجيته. هذا هو الرأي الذي نميل له بالأدلة والقرائن. ولكن ربما يعني فلما بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما. يعني بدت لهما سوءاتهما ربما لا تكون في الجنة. لا يعني هو أرى هناك أولا الجنة التي يوعد المتقون ليس فيها معصية. هذا أمر. ليس فيها حقد. إبليس حقد ودخل. هذا هو الأمر الثاني. الـ 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 الجنة سبحان الله وما منه وما هم عنها بمخرجين. لا احد يخرج. لا خلاص سبحان الله خالدون فيها ما ينفعش سبحان الله. فهي جنه لان يقولوا عليه في اللغه عندكم تقولوا غلبه الاستعمال. صحيح. غلبه الاستعمال اول ما تروح للجنه العربي يقول جنه الخلد. لكن يعني غلبه الاستعمال انها لكن هناك ايه واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب. واصحاب الجنه في سوره وسبأ. واصحاب الجنه في سوره نوح. إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يسر. كل دي جنة أي جنة ما في داخلها أي سترت. ولكن معذرة فضيلة الشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا. الهبوط هذا هبوط معنوي. هبوط معنوي. هبوط معنوي ليس هبوط حسي. لا لا لا, لا, لا سيدنا إدريس ورفعناه مكانا عليا. مش ضروري يكون رافع فوق الجبل. أنا برفع معنوي. صحيح. رفع منزلة وإهبط منزلة. وبعدين في الاول والاخر الله عز وجل قضى لادم ان يكون في الارض. طيب. من البدايه. جميل. ان جعله في الارض. مكانه. بس دي كانت مرحله تدريبيه. ويقول العلماء ان كان فيه نور لان ما فيش
لباس على آدم وحواء، ما كانوا يعرفوا اللباس، كانوا هكذا هكذا. ففي نور غالب لستر العورة عند كليهما، فلما أكل من الشجرة بهت النور واللون، لأن الإنسان لما يؤمن توجد له هالة نورانية تستره. سبحان الله. والعلماء شبهوا المؤمن بالكعبة والطائفون حولها. عندك الكعبة، عندك أول حلقة، طيب وبعدين ثانية والثالثة إلى أن يمتلئ الصحن. المؤمن هكذا بستر الله، حوله جمع من الملائكة، أو حلقة من ستر الله وحلقة من ستر الله وحلقة، إلى أن يستر كل العيوب ما بينه وبين الله. فإذا انتهك هذا العيب وأذنب وتعدى الحدود ولم يستغفر، كشفت حلقة من الأول، بعد الحلقة الثانية والثالثة إلى أن يكشف. سلم يا رب. لما بكت أم الغلام الذي أو الشاب الذي قطع حده عمر، قالت والله يا أمير هذه أول مرة يسرق فيها. قال عمر والله ما كان الله ليفضحه من أول مرة. فلما حد دخل علي على الغلام الشاب وهو يبكي، قال كم سرقت، كم مرة يعني؟ قال 21 مرة. يا الله. سيدنا عمر كان عنده لا 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 من أول مرة، لا أول مرة لا. وهذا هو الاستدراج. الإنسان إيه يقول لولا ربنا كرمني لولا كده، فيستحل لنفسه ستر الله عز وجل. آدم وإبليس بالضبط. فآدم نهي أن هذا البستان حلال عليك كله ما عدا هذه الشجرة، عنوان باختبار بس، عنوان لما حرم الله. جاء إبليس ودخل من مفتاح شخصية الضعف الآدمي، محبته للخلد. ليه الشاب يقول لك انا عايز اتزوج؟ هو لتحقيق رغبات معينه، ولكن في ذاته من الداخل اذا بحثنا حب البقاء. ابنه يحمل ابنه 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 يقول لك انا عايز ولد، ذريه. لا الذريه عايز ذريه، سبحان الله. هو حب البقاء موجود فيه، وموقن انه راحل الى الوعد الحق، راحل للاخره. فيعمل ايه؟ فيعوضها بانه ايه؟ اسمه يظل في الحياه. هذا من سبحان. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. قال فدلاهما بغرور. ذلك العلماء قالوا يغرك ثم يضرك. هو اسمه كده. يغرك ثم يضرك. لا هو كده. يغرك الاول وبعدين يضرك. ما هي كده. يعني الانسان يغتر بك وبعدين يضع الكلمات الحلوه. يعني ايه السم داخل العسل يزينها تزيين بالضبط كده. فايه ما نهاكما ربكم عن، يعني اذا اكلتما من الشجره يحصل لكم امرين او احد امرين، اما ان تصير ملكين، والانسان يتمنى ان يكون له ملكات الملك، لك فلان ده مشى حتى نسوة يوسف حاشا لله. سبحان الله. ما هذا الا ملك كريم. ما في ايه؟ في شكله، في تصرفه، في غضه للبصر، في ملك. يقول لك يا الله يا اخي والله وجهه مضيق الملك، ما راينا الملك ونحن ما راينا الشياطين ايضا. طلعوها كانه رؤوس الشياطين. تخاف من غير شيء، لكن لما تقول والله هذا وجه ملك تستريح نفسيا، انت لم ترى هذا ولم، لكن نفسك تستريح للملك وتانف من ايه؟ الشياطين. فدلاهما بغرور الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. طيب هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ طيب ضحك عليهما خلاص. وقاسمهما، اقسم يعني ابليس اني لكما لمن الناصحين. فلما اقسم، وبعدين جاء في كتب السير يقول شيث ابن ادم يقول له يا ابتي حمل العهد من بعد، ما يقال هذا، يقول يعني اتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال يا ولدي او يا بني والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. ما خطر على باله ان مخلوق لله يقول والله ويطلع كذا، برغم تحذير الله سبحانه وتعالى لادم بعدم اتباع الشيطان. هو حذره. هو شوف، الانسان فيه عيبان كبيران احنا كلنا من بدايه ابينا ادم، ودي ورثناها، ننسى وسمينا انسان بهذا الشكل. سمي الانسان انسانا لتناسيه لكثره انسانه. وبعدين عندنا مفيش عزيمه، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه طبيعه ابن ادم. يعني يقول ايه؟ لا 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 ان شاء الله انا هتوب الى الله، الناس لما نشوفها في اخر رمضان الله اكبر بعد الحق، انا همشي على الصراط المستقيم، انا اعيد الحقوق. جاء العيد اريح شويه، عايز شدت ودن كمان مره،
عايز حد يذكره. صحيح. هكذا هكذا. ولذلك عمر يمسك يد ابي موسى، يا ابي موسى تعالى تعالى لنؤمن ساعة، تعالى لنؤمن ساعة، عايزين نجدد الإيمان. جميل. عايزين نجدد الإيمان. هكذا الإنسان يحتاج إلى مذكر. نعم. الرسول يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن، أو عليك وقد نزل يا رسول الله؟ يقول أريد أن أسمعه من غيره، فيقرأ عليه حتى يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني ضحك على إذا معذرة آدم جلس فترة طويلة في الجنة. نعم. هل يعني تناولتها المصالح؟ لا 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 ما كث طبعا كتب والحياه الزوجيه الطبيعيه بين ادم وحواء كانت مستمره ام لا؟ لا سبحان هم الاول توجد مصادر في ذلك. لا 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 لم لكن هو الاول يبدو ان في البدايه يعني لما ادم خلق وجد نفسه وحيد وحيد وحيد، فانسى الله بان نام استيقظ وجد شيء جميل جنبه. من هذه؟ قال حواء، خلقت من شيء حي، ولهذا سميت حواء. سميت حواء لانها وهو ادم. لماذا؟ لانه من ادنة الارض، من قشرة الارض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. هو من ادنة الارض وهي منه، فتبع له. ولا تستطيع ان تعيش دونه. وهو يحتاج اليها وتحتاج اليه، وهما الاثنين متكاملان لا متناقضين. لا البنت زي الولد دلوقتي. لا لا ما فيش بنت زي الولد. عدد لا لا شوف الله سبحانه وتعالى يعني يقول ايه؟ وليس الذكر كالأنثى، وهذا كلام أم مريم. وليس الذكر كالأنثى، مش ليس الذكر كالأنثى، لأن الذكر والأنثى لا، هذا له مواصفات عمل وتلك لها مواصفات عمل، هذا له أداء في الحياة وتلك لها أداء في الحياة. أداء هذه لا يستطيع هذا، وأداء هذا لا تستطيعها تلك، لكن نخلط من بعض وندرس لهم مواد واحدة وندخلهم في كلية واحدة ونفس طبيعة هذا أخطأ، هذا أكبر الأخطاء. لا نجاسة مع فضيلتكم ماشي. في هذا المجال ماشي. دخل ادم الجنه ووجد حواء وجاء الشيطان فدر. اول ما ظهرت العوره عوراتهما استحيا استحيا. العجيب اننا لا نخبئ مكان دخول الطعام، ولكننا كاحفاد ادم وبنيه نخبئ مكان خروج فضلات الطعام. لماذا؟ ايوه سؤال وجيه. يعني احنا لا نخبئ، لا اخبئ فمي وانا اشرب اكل اكل امامك. صحيح. لكن اذا قضيت حاجتي استترت. صح. لشعور الداخلي ان هذا المكان هو الذي اول ما بدا به اثر المعصيه عند ابينا. سبحان الله. ولذلك في السعي سالني ابني الصغير عمار سؤال عجيب. يعني لماذا النساء لا يهرولن ويجرون في عند الميلين الاخضرين في الصور؟ لان امنا هاجر نابت عن النساء في جريها فراح الله بقيه النساء. جميل. خليه على خلاص انت تعبتي عشان بنات حواء كلهم. فهكذا ايضا نحن لما الجماعة يقولوا اصل حواء كانت السبب. لا ما كانش السبب، هم الاثنين مع بعض. حواكت استقرار. لا 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 لا, لا 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 هذا كلام فارغ، ما يقول به عاقل ولا لا موجود في كتب تفسير ولا في احاديث ولا ما فيش كلام ده. هو دلاهما دلاهما بغرور. دلاهما بغرور. فلما هم الاثنين اكل من شو ظهرت العوره خلاص فورا قال شوف الكلام. قال فلما ذاقا، يعني هو ما الاول ما ظهرت العوره لم ياكل حتى ما اكمل خلاص. هنا توقف لما ذاق فظهرت فاستحي من الله، اكتشف اساس المعصيه واكتشف غرور الذي غره فتوقف. قال ان لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترفنا الذنب من البدايه، وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى خلاص. قال اهبط منها جل. يبقى احنا نزلنا الى الارض دون خطيئه، ولكن كما لا كما يقول الغير. قل يعني قل فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه بعد نزوله. خلاص يعني نزل بخطيئة ولهذا الارض سودت. لا 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 يقول ابن اياس الحنفي في بدائع الظروف وقائع الدهور كتاب يعني. لا لا يقول هذا من هذه من التخاريف في البدائع. يعني نزل ادم الى الارض مغفورا له مغفورا له. عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه قربه ربه فتاب عليه، مش ثم، فتاب عليه وهدى. قلنا اهبطوا. جاء الهبوط، الانسان نازل الى الارض دون خطيئه. قضيه الخطيئه عند الاخرين مش عندنا في الاسلام خالص، انما ممنوع. فالانسان نازل طاهر خلاص. ولا تكفر عن خطيئه ابوه. لا 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 ل
بني ادم لا يتحمل وزر البشريه كلها. انا لو كوب هذا كوب ليس ماء وانما شاي او قهوه ووقع على ثوبك، اغسل انا ثوبي؟ لا خلاص اغسل ثوبك انت. صح، بس خلاص يعني عشان ما ندخلش في يعني ادم حتى لا يتحمل تبعات البشر ولا يتحمل كلهم. لا يتحمل احد وزر احد، ما فيش الكلام. وألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سيرى ثم يجزاه. كلام ربنا جميل لما نقف عنده. بارك الله فيك، سمعا وطاعة. بارك الله فيك. إبليس بدأ الحقد من البداية. منذ متى؟ منذ متى؟ يعني كيف هذا أنا أسجد له؟ من هذا؟ من هذا؟ عجيب. هو قاس بعقله، ومن اعتمد على عقله ضل. وكثير من بني البشر الآن يقيسون بعقولهم دون نصوص فيضلوا ويضلوا. معذرة، ألم يكن مأمورا هو مكلف هكذا إبليس؟ هو كلف بالسجود. طب عقله لا له عقل غير الملائكة. الملائكة بغريزتهم بطبيعتهم ليس فيهم غريزة العصيان، تمام كده. لكن هو الجن مختار كالإنس. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان والإنس والجن. يبقى هم مكلفين زينا، يعني الله ترك لهم حجم الاختيار. افعل هذا تدخل الجنة، لا تفعل هذا وإلا تدخل النار. جميل. فهو مختار فيما يختار. لا. فاختار العقوق، اختار العصيان، اختار التمرد. قال لا، أنا كيف أسجد لما خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار. مع أن قياسه أصلا خاطئ، لأن التراب والطين أحسن من النار 100,000 مرة بأساليب كثيرة. المهم، لما إبليس لما أمر بالسجود ورفض، فالله عز وجل لما رأى تمرده طرده من رحمته. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيوة. استكبرت أم كنت من العالين؟ ويقول بعض الفقهاء أن في طائفة من الملائكة 18، ملائكة 18 نوع في كتاب الله، ما شاء الله 18 نوعا. من ضمنها طائفة تسمى طائفة العالين. فرد عليهم يقال يقال انهم ملائكه منذ ان خلقهم الله عز وجل، لا علم لهم لا بادم ولا بنين الا توحيد الله وتقديسه فقط. انت طائفه العالين اللي ما يعرف ان لسه ادم خلق. استكبرت ام كنت من العالين؟ واذا هذا الامر لم يكن لجميع الملائكه، لا لا لا, لا. كان لفئات محدده. هو طائفه العالين دي مشغوله بتقديس الله وتوحيد ما لها دعوه. هذا رايي يعني. نعم. وراي اخر يقول من العالين من العلو والتعالي والكبر يعني. فضلت من اي راي الى العالين هذه يعني طائفة الله عز وجل اكيد هناك، لان البيت المعمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومررت بالبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون الى يوم القيامه. كل يوم من ساعة ما خرج يدخلون في البيت المعمور كل يوم. كل يوم. لو وقع منه ماذا؟ لو وقع منه حجر لوقع على سقف الكعبة. ما شاء الله. يعني نأتي الكلام عن الجنة إن شاء الله بها. فإبليس بدأ الحقد من هذه اللحظة. خلاص أعلن العداوة. ظهر الحقد. ولذلك أول ذنب، أول كبيرة عصي بها رب العباد عز وجل، الكبر والحقد والحسد. فأي إنسان فيه ثلاث صفات دي بإبليسي النزعة. الكبر تمثل في ماذا عند إبليس؟ الكبر أنني أرفض الأمر، لا أسجد لهذا المخلوق هو دون المستوى. ثم حسده، لماذا يسجد له الملائكة وأنا لا يسجد لي أحد؟ عجيب. هذا هو الحسد. ثم يولد هذا حقدا. صح. فقال لأحتنكن ذريته. فعلا قاسي هذا. خلاص يعني أنا إيه؟ يعني هؤثر على حاصرهم وحاصرهم من كل جهه، ولا ياتينهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يجي الشيطان يقول ليه فلان غني وانت لا؟ ليه فلان عنده اولاد برره وانت لا؟ ليه فلان زوجته صالحه وانت لا؟ ليه فلان صار مديرا ووزيرا وانت ما اديلك في الخدمه 40 سنه وما نظر عليك؟ ليه فلان تحت الاضواء وانت ما حد يعرف عنك شيء؟ هذه شيطانيه النزعه. الحياه بيفضل اولاده ولا تكبر عنده سبحان الله. فالكبر والعياذ بالله، والحقد والحسد، والعياذ بالله. والثلاثة كانوا متوفرين عند إبليس. كان أبونا آدم عنده حرص، حريص على أنه يخلد، بس نيته طيبة، وحريص أنه يكون ملك. يعني هو لم يعصي بنية العصيان. لا 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 لا، هو آدم عصى وهو يرى أن هناك غاية، ولم ينتبه. أنا طيب يا إبليس، ماما لو ابونا ادم يعني مثلا يقول ايه؟ طب انت مش عايز الخلد، طب ما تاكل انت.
طب مش لما لا تاكل انت؟ لماذا انا اكل؟ طب انت خليك صح. اين كان عقل ابينا ادم؟ عندما تعلو الغريزه وتعلو الشهوات يغيب العقل. هو اول انسان معلش وراى بعينيه هذا الموقف وهذا الحشد عظيم، لكنه نسي تعزيمته ضعف. لا بالله، لا رحمه بنا نحن. لماذا؟ اين مكمنها؟ الله مكمنها. لما انا بني ادم مهما اصل من التقوى ومن الايمان سوف تاتيني لحظات اعصي رب العباد فيها فاتوب فيتوب علي. يا سلام. وهذا هو التدريب او الخطا في مرحله التدريب. ابونا ادم اخطا في مرحله التدريب عشان لما ينزل تحت خلاص. وكان هذا درس لنا نحن رحمه من الله بنا، صوره من الرحمه. صح. انت اخطا ابونا ادم وتاب، تاب الله عليه، ادي امامنا اهي. وعصى ادم ربه فغوى. سيدنا موسى قال رب اغفر لي فغفر له. يبقى دعوه حتى الانبياء بالمغفره ان الله يغفر. فنفس القضيه تكون فينا نحن. نعم. بدات العداوه من هذا المنطلق، من ابليس الذي لا خير فيه. يعني ولكن هنالك لا توجد عداوه مباشره بين ابليس وبين ادم، يعني ما اتصل ببعضهما، ما حدث بينهما عمل او فعل. لا 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 لا، لا بالعكس ابدا. هو هذا حقد في حد ذاته هكذا. هكذا المهمه الاولى له. المهمه الثانيه ان يثني ادم وبنيه عن صناعه الخير. ما هو كان في الخير، ما هو كان في الخير، لكن الكبر اعماه. ولذلك اي انسان متكبر لا ترجو منه خير. ليه مكتوب على باب الجنه لا يدخلك من كان في قلبي مثقال ذره من كبر؟ لا اله الا الله، ذره. على ما تتكبر؟ سيدنا علي يقول ايه؟ يا ابن ادم تتكبر وانت تنتنك عرقه وتقلقك بقه وتميتك شرقه، وخرجت من مجرى البول مرتين وتتكبر على خلق الله؟ فهذا هو المنطق. يعني سيدنا عمر كان يمشي كده يقول ايه؟ عمر امير المؤمنين بخن بخن يا ابن الخطاب، والله لا ترى العذاب ان لم تتق الله. عشان يعني عايز ايه؟ يفيق نفسه. الله يرضى عنا. كان عايز يقول عمر راعي الابل امير المؤمنين بخن بخن. لا لا يعني يعني سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كان الرجل اللي مدح احد الوجهاء امام الحجاج وقال بخبخ لوالده وللمولود، ما كان بيمدحه. قال له انت الذي تبخبخ، والله لا ادعك تبخبخ بعد اليوم يا سياف. كلمه بخبخ دي جاب يعني بخن بخن كما انتم تقولون يعني. الله يرضى عليك. فابليس سبحان الله العظيم بدات العداوه ترصد لادم وبنيه. بس في نقطه، قال انا فيه نوع معين انا لا استطيع ان اتي عنده. ابليس اعترف. ما هو؟ قال الا عبادك منهم المخلصين. لان ربنا يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الا من اتبعك منهم. خلاص هو حر بقى، واحد ماشي، واحد يقول له تعالى نقف امام القطار. نقف امام القطار. هل كان يقصد يعني معذره المقصود ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، هم عباد الرحمن الذين يمشون على الارض اخر سوره الفرقان وعبادا لنا بتوع سوره الاسراء. ارسلنا عليهم عبادا لنا ولباسا شديد. هؤلاء هذا المقصود به. سبحان الله. اذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا ولباسا شديد وعباد الرحمن. هؤلاء قد افلح المؤمنون. هؤلاء صفات المؤمنون هم هؤلاء. لا يستطيع ابليس ان ياتي. ولكن قال ان عبادك لما هو الا عبادك منهم المخلصين. غير المخلصين. لا المخلصين اسم المفعول هذا. الذين اخلصوا فخلصتهم. مش دايما ابن القيم كان يقول الفرق بين المخلص والمخلص. ما هو قال يا نفس اخلصي تتخلصي. يا نفس اخلصي لله تتخلصي من الدنيا وما فيها، تبقى نفس سبحان الله كما قال ابن القيم في في في, في رايه في ابن تيميه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. نعم. فالعبد المخلص هو العبد الموصول بالله عز وجل، زي سيدنا يوسف كده. قال انه من عبادنا المخلصين. لذلك احد الشهود العشره بتبرئه يوسف هو ابليس. لأنه هو عبد مخلص، والشيطان لا يأتي عنده لا نوازغ ولا وسوسة ولا نوازع أبدا نهائي. ومن همت هم وهم بها. ولقد همت به وهم بها. أيوه هم الترك. هي هم فاعل وهي هم ترك. المهم فإبليس بدأت العداوة بهذا المنطق. نعم. خلاص. طيب ناتي ماذا يصنع إبليس؟
ايه يعني؟ مع الحسن البصري لما سألوه ماذا تصنع مع الشيطان يا أبا سعيد؟ قال ما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر. يا سلام، لخص القضية كلها. لخص القضية كلها، أطاعوه فما نفعه. لما نستعظم كيد الشيطان؟ لأن إيماننا ضعيف، مع أنه ضعيف يبقى إيماننا أضعف. الذي يغلبه الشيطان فإيمانه أضعف. طيب معذرة قبل أن تتوجه فضلاتكم، ماذا يصنع الشيطان؟ هل له أعوان؟ يعني له شياطين كثير كثر تدخل في البني آدمين أم هو؟ لا 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 لا، هو له ذرية وله أتباع. هو من الذي حج الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف؟ أبوهم إبليس واحد فقط، ويتناسل له ذرية تزوج من واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هو مش واحد بس، لا هو كثير كثير كثير، وله أتباع من شياطين الإنس. هو حي لم يمت. عملت إحصائية وجدت أن في العالم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 500,000 عابد من عبدة الشيطان. سلم يا رب. و 700,000 في أوروبا وبعض بلاد أفريقيا، 700,000 من معهم أسرار الـ الشيطان الأكبر كما يقولون يعني، والعياذ بالله. كنيس الشيطان. كنيس الشيطان ده بيعبدوا الشيطان. لا تعبدوا ويليام جايكار. والعياذ بالله بالظبط كده، يعني لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. أهو عبدوا الشيطان. سبحان الله والعياذ بالله. عجيب. ليه؟ لأنه يقول لك هو الذي المتمرد الوحيد على الله والعياذ بالله. أعوذ بالله. يعني من باب والعياذ بالله. فلك أن تتخيل أن في ناس عبد وفي ناس من أتباعه. ممكن محمد ابني أنا والعياذ بالله مثلا يعني واحد ليس له في الدين نصيب، كان أقول خلاص ربنا يتوب عليه، لكن يكون ضد الدين هذا شيطان. هذا مغوي. ليه الحديث قال ايه؟ قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذه الشيطانة. هذه الشيطانة رؤوسهن كأسنان. يعني مش إليه في مائلات مميلات. لغيرهن. باب الشيطان. يعني لسنا مائلات فقط. لا مائلات وخلاص ورفع حد. مميلات. مميلات. مميلات لمن؟ للآخرين. وللأخريات. أوه. سلم يا رب. مش هي عرضة أزياء. تمام؟ نعم. طيب مميلة لمن؟ لمن الست مسكينة غربانة في بيتها سبحان الله قاعدة سبحان الله كده فوق الله وأنا عايز الفستان ده. تروح منها فيه بالله عليك؟ فما إليك مميلة فهذه الشيطان سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين. يعني سبحان الله فهذه الأمور هو له أتباع، له أتباع من الإنس والجن، ومن الإنس والجن وسوف ناس من الجنة والناس. نحن نستعيذ بالله. تمردوا معه في هذا الكلام الذي ضرب بين الله وتابعه. تابعوا خلاص باع شغلته بقى بعدين توزعوا بك. هو الشيطان يعمل إيه؟ ينصب عرشه على الماء كل ليلة في نص الحديث ويجمع أبناءه. أي ماء؟ ماء المحيط، ماء البحر، ماء النهر. ويقول من خبب مسلما اليوم لأضع على رأسه التاج. خبب يعني من أفسد واحد من المؤمنين إفساد تام، بحيث أن يبقى الأول في الإفساد، رئيس قسم الإفساد. سلم يا رب. أستاذ ورئيس قسم الإفساد. أعوذ بالله. سبحان من؟ فيقول ظللت وراء فلان حتى ترك الصلاة. يقول لا غدا يستفيق ويتوب ويصلي. ما صنعت شيء. أنت فلان ما صمر، سوف يتوب ويصوم ويعوض ما عليه، ما صنعت شيء. الزكاة ما أخرج وهكذا. فيقول ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته وحتى خاصم أخاه. يقول أنت ويدنيه منه. ده المقابل. أنت ده ابن أبي. أنت شوف الطلاق حتى طلق زي. طلق زي يعني وصل قطع صلة الرحم. الله يرضى عنك. ولذلك ايه؟ لذلك انا ادعو كل اخ مسلم يعني سواء هو مخطئ او زوجته مخطئه، سواء ايهما مخطئ، لما تزوج تقول له طلقني ان كنت راجل، يقول لها انا راجل ابن راجل بس ايه؟ لن اطلق. بس الرجوله الا يطلق، لان لو خرجت ندور على حل صعب. يعني سبحان الله. طيب يعني ابليس معذره اسئله كثيره تثار طبعاً. يعني ابليس بعدد سكان اهل الارض. شوف اباليس اباليسه شوف يعني شوف. ام هي ظاهره معنويه. اقول لك انا بس اقول لك انا جاي اهو. نعم طيب. انت بتستعجل ليه؟ لا استنى انا في انتظارك.
انا بعتبرك احمد ابني الله يعني معك يعني نعمه ما اعتبرتني احمد صديقي ما شاء الله بارك الله لك يعني ال منع عائشة ولد الرسول جاء قام من الفراش ومشي فتبعت هي عايز راح يستغفر لأهل البقيع ويبكي. المهم بإيجاز عند كذا نطل حديث معروف قال أنا ما خط خطا لا 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 كان زار كان راح البقيع زار أهل البقيع وترحم منهم ورجع فقال هل زارك شيطانك أو هل جاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان يا رسول الله؟ قال لكل مسلم. قالت وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن أعانني الله عليه فأسلم. من أسلم؟ الله يرضى عليك. بعض الفقهاء وقعوا في خطأ أن الشيطان قد أسلم فلا أمرني إلا بخير، لكن أنا أرى الله أعلم وهذه يعني حتى أسلم أنا من شره. فلا يزين لي بشر أعانني الله عليه فأسلم أسلم. أنا فأسلمه أنا من شره يعني لا يزين للرسول شيء لأنه مرتين عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جاءه في الصلاة وبعدين ربطه في سرير وكان عايز يربطه كان يريد ولكن تذكر دعوة أخيه سليمان فما مر رب هب لي ملكا لا يملك ولما جاءوا بالليل عشان سبحان الله يلبث عليه الصلاة فامسك بخناقه حتى ايه حتى سال لعابه حتى رايت برد لعابه في كفي. اذا الشيطان في حقيقته ليس هو نار لكن هو قصه اخرى حجم له حجم يعني. له له كينونه وشكل ومنظر يتشكل لا لا, 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 لا لا الله اعلم يعني هناك راي يقول انه لكن المهم انه يراكم عايزين اؤكد هو قبيله من حيث لا ترونه يقول ده يتزوج جنية وجني يتزوج إنسية ومخاوي إذا فتحنا هذا الباب لن يغلق هذا الباب يجب أن يسد لأن الجن يتزوج من الجن وهو لا وهو عايش في عالمه والجن للاستتار في اللغة صحيح فلما جن عليه الليل خلاص جن يعني ستره الليل هذا إنسان مجنون يعني مستور العقل خلاص سبحان الله هذه جنينة يعني ما سبحان الله فهذه خلاص فالجن يتزوج من الجن له حالة خاصة لانه كيف يعيش ماذا ياكل وهو في نساء جنيات يعني هو جن ما هو ذكر وانثى في امثالنا وفي مسلمين ومؤمنين ومنافقين وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدده سبحان الله والرسول ارسل اليهم وليس سنفرغ لكم ايها الثقلان عذاب اهل القبر يسمعه كل المخلوقات تسمع كل ما عدا الثقلان الانس والجن ها فلهم عالمهم الخاص به والكل يحركه ابليس هذا اللي هو لا, لا 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 ده بقى ده قسم الشيطانه ده كفار الجن مره ثانيه يعني في من الجن مؤمنين من الجن مؤمنين نعم يعبدون الله ويصومون ويصلون ويسبحون ولهم عالم والرسول ارسل اليه وسوره الجن في القران نعم ها يعني عالم المؤمنين يصلون صلاتنا وزكاتنا لا مكلفين الرسول كان يذهب اليهم ويكلمهم نعم صلى الله عليه وسلم وفيهم بقى الكفار ومرضة الجن دول تحت قيادة إبليس دول شغلتهم إغواء بني آدم بينهم حروب هم المسلمون الكفار من الجن بينهم حروب الله أعلم يعني لا أريد أن أدخل فيه يعني المهم إحنا عايزين نشوف مدى تأثيره هو علينا إحنا يعني ماذا يصنع يعني هو القائد إبليس هو القائد أبي هو صبر هو القائد بالضبط كده يعني آدم أبو البشر وابليس ابو الجن خلاص دي نعم يعني عشان تمام يعني معذره سؤال اخر الفرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس يعني الاثنان عصى الله سبحانه وتعالى لكن النهايه لم تكن واحده وهناك معصيه الفرق ادم ارتكب المنهي ارتكب المنهي لا تقرب هذه الشجره وابليس عصى الامر السجود خلاص ايوه قال العلماء ارتكاب المنهي الاستغفار منه ميسور وعصيان الامر الاستغفار منه صعب ليه؟ نوضح بمثال نوضح الله عز وجل قال لواحد لا تشرب الخمر نعم هو رجل يجلس مع رفقاء سوء شجعوه غرروا به شوف شكلها ايه شوف مش عارف ده انت تبقى تكون مبسوط تطلع من المهم عنده ضعيف الايمان شويه شرب هذا ارتكب منهيا نعم خلاص
لما يجي يتوب التوبة ميسورة لأن وافقت غريزة عنده أو شهوة ضعيفة. والله عز وجل خلق الإنسان ضعيفة ويفتح له باب الرحمة، من جاءني منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب وجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئات عندي بواحدة وقد أعفو، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. السلام. خلاص يا سلام. نعم. المرأة في السبي حر في المدينة وعندها طفل يحبو، فخايف عليه يحبو على الرمال، فنامت على الأرض في الحرارة ووضعت الولد على بطنها. قال صلى الله عليه وسلم ما رأى المنظر، أرأيتم هذه بولدها أطارحة ولدها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله. أقول ده حطها على بطنها ومتحملة حرارة الشعر. قال الله بعباده أرحم من هذه بولدها. يا سلام. سبحان الله العظيم. ذلك لما يقال في كتب السيرة أن سيدنا موسى قال يا رب ألست بالعباد أرحم من الأم بأولادها؟ قال بلى يا كريم. قال فلما تدخل بعضا من عبادك النار ضمن حلقات النار؟ نعم. قال يا موسى ازرع زرعا، فزرع سيدنا موسى زرع، نبت الزرع، احصد يا موسى حصد. قال يا كريم احصدت زرعا؟ قال بلى يا رب. نعم كما ترى، انت السميع البصير. قال اما تركت في الارض شيئا؟ قال يا رب تركت ما لا فائدة فيه. قال وانا اعذب في النار ما لا فائدة فيه. سلام. مفيش منطق. انا ما مش فايده ان اطيع، ما فيش طعم. وهذا منهم المبشرون، هذا منهم، لانه هو كسر الامر بناء على ايه؟ مش بناء على تمرد على الله، لا، ده ادم بناء على الغفله، عن سوفه، عن عمل الغرور الذي غره، وتاب ثم تاب. لا ده فلما ذاق، بجرد ذاق ما بلع، لم يبلع، لم يستمر المعصية. لا 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 ما استمر بعد الله في حوار واستقرار. لا 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 توقف 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 ما شاء الله. فتاب، تاب الله عليه. الثاني استمر الايه؟ الطغيان والعصيان. لا اقعدن لا اعتنكن لا اسوي وانظرني الى يبعثون ولا تجد اكثرهم شاكرين. الله انت تخرب في الدنيا. الله مش في ناس اصحاب فضائيات؟ هذا كل هذا الحقد انطلق مره واحده من ابليس، يبدو انه كان الحقد الدفين. لا لا، الكبر يصنع كل شيء. سلم يا رب. الكبرياء يصنع كل شيء والعياذ بالله. معقول؟ لا بهذا الحقد الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي. لا حول ولا قوة. كيف يتصف بصفة من صفات الله، يتألى على الله، ياخذ صفة الكبرياء؟ فهذا متكبر وبعدين حقود وحسود وخلاص، ولن يصفو خلاص، وعرف نهايته. نعم. فبشر خلاص طرد والعياذ بالله رب العالمين. لكن ماذا يصنع معنا؟ قبل الصناعة له مسميات أخرى غير إبليس و... له مسميات. مسميات اسمه الغرور. ولا غرركم بالله الغرور. غرور. هو اسمه هذا الغرور. هو الغرور. ما قلنا يغر ثم يضر. يضر. يقال أيضا أنه الطاغوت، وكل ما عبد من دون الله أو كل ما يثنيك عن الله فهو طاغوت، والطاغوت من الشيطان. ليه؟ ومن لم يحكم ما انزل الله، ليه هو كافر وفاسق ليه؟ وظالم. وظالم لماذا؟ لانه طاغوت يريد ان يحكم غير شرع الله. تكفير عدم والعياذ بالله. يعني كافر لانه والعياذ بالله رب العالمين اخرج، يعني راى ان كلامه وقانونه افضل عند من قانون الله. ومن لم يحكم بما انزل الله والعياذ بالله رب العالمين الكافرون والفاسقون والظالمون. والفاسق ليه؟ فاسق ليه؟ والفسقة الرطبة، يعني البلحة لما تبقى حمراء او صفراء تبقى قشرتها ملتصقة بيها. صحيح. فلما ترطب تبقى رطبة، تروح تنزع القشرة. يقول ايه العربي كان يقول فسقت، خرج من دين الله. ايوه هذا ان ابليس كان من الجن ففسق خرج عن امر رب. الله يرضى عليك. او نتعلم يبقى ففسق خارج من والعياذ بالله خروج. ظالمون والعياذ بالله. ظالم لانه وضع حكمه في مكان حكم الله، فوضع الشيء في غير موضعه، وهذا ما فعله الشيطان. ما هو سبحان الله العظيم. واحد يقول لك ايه؟ يقول لك اصل ده سرق من مال اميري. طب وبعدين اللي سرق من مال عام يعني؟ طب بتعمل فيه؟ نسجنه. طب ليه ما تقطعش ايده؟ وهكذا لحد واحد يقام في امتي خير لها من ان تمطر 70 خليفه. حديث
لحد واحد يقام في أمتي. أيوة خير الله من أن تمطر 70 خريفا. شوف مطر 70 خريف يعمل خير في الأمة قد إيه؟ تضيع الحدود. الله أكبر. الله هذا أكبر. في ضياع البركة. ما ضيع المسلمون حد من حدود الله إلا وخرجوا على حدود الله. وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وتلك حدود الله فلا تقربوها. ها حدود الله. وأنت داخل حدود الله أنت في راحة. سبحان الله. جميل. آه. ما نعم. هل له أساليب ومكايد محددة للبشرية؟ الله أكبر. أول شيء يأمر بالفحشاء. يأمر بالفحشاء. أول شيء يعمله يأمر بالفحشاء. يقول لك شوف انظر يحل الحرام في عينك ويبغض الحلال إليك. إذا الموظف رايح الصباح يلبس أفضل هندام ويجلس يتكلم مع زميلته ويتبسط ويتلطف ويجي مع زوجته في ايه عايزين ايه اعوذ بالله رب لا حول ولا قوه الا بالله ان الله وإليه راجعون. فهذا من تزيين الشيطان. هذا مع زميلته مجامله في العمل حتى يسير دولاب العمل الحياتي. لا الدولاب ده ربنا يهديه ويخرجه من الدولاب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فده الفحشاء التي الله يبارك فيك. اضحك الله وسلمك. بارك الله فيك. وبعدين العمل الثاني اللي هو المستمر موضوع الوسوسه. لا يكل ولا يمل. لا دي شغلته مهمته يوسوس لك. عارف يوسوس يعمل ايه؟ يجي الاول يقول لك وانت في الصلاه دخلت الصلاه خلاص خلي بالك انت ذراعك الايمن ما غسلتوش لم تغسل ذراعك. شو وداك فين؟ في انت ايه؟ لا ازاي ده انا اخذت المنشفه لا انا ما غسلت. شوف دي شغلتك كام دي؟ الله اكبر شغلتك ركعه كامله صحيح ركعه وانت ماشي اوتوماتيك كده ايه في الوضوء ده انت لسه في الوضوء سبحان الله. بعد ما تروح للصلاه يقول لك انت ما لم تقرا الفاتحه تفضل انت مشغول يا ربي انا قرات الفاتحه لا انت صليت ركعتين انت بتسلم ليه؟ هم ركعتين او ثلاث يا ركعتين شفت انت اثنين ثلاثه ذاك نهيب بالجميع ايوه عشان امام الكاميرا عشان يخرجوا من مشكله الوسوسه مشكله السرحان. ليس لابن ادم من صلاته الا ما وعى منها. فالحل الوحيد صلاه الجماعه. وسوس لي الشيطان سرحت سهوت لم اسو صلاه الجماعه مقبوله 100% ان شاء الله. هذا هو الحل. بارك الله فيكم. حتى الزوجه اللي في البيت تجيب بنتها الصغيره تلبسها الحجاب وتقف تصلي جنبها وتاخذ ايضا ثواب جماعه ان شاء الله. جماعه. وكل زوجه يذهب زوجها لصلاه الجماعه في المسجد لن تعدم من ثواب الجماعه باذن الله. جميل ان شاء الله. لان والله انا كنت امل ان زي ما الرجال يروحوا المساجد النساء تروح المساجد. انا كنت امل هذا لكن يبدو ان عاداتنا العربيه غلبت عباداتنا لله. جميل هذه الجملة. نعم نعم نعم. عادتنا العربية. عاداتنا العربية تغلبت على أوامر رسول الله لا تمنع إماء الله المساجد. الله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف. كان له زوجة جميلة وكان يغار عليها. كان مش عايزها تروح المسجد بس أمامه أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماشي كده بصلاة المغرب وجاء في الطريق المعاكس أو الطريق المقابل لها ولمسها بكتفه بذراعه. فالمرأة استدارت وعادت إلى البيت. يوم اثنين ثلاثة لم تخرج لصلاة الجماعة في المسجد النبوي. قال يا أم عبد الله لا أراك تذهبين إلى صلاة الجماعة. قالت كنا نذهب أيام كان الناس ناسا أما ولا ناس ولا حياء فلا داعي للذهاب إلى بيوت الله. جميل. إذا قلت له أنت ولا الست غضت البصر لم ترى سبحان الله العظيم. لم تره لم ترى ولم تعرف تماما يعني سبحان الله. هذا هو المجتمع الذي قامت عليه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل لقاءنا مع داعي الإسلام الكبير دكتور عمر عبد الكافي. ابقى معنا. الوعد الحق. هذا البرنامج برعاية تعمير قصة نجاح تشمل مشاريع تعمير برينسيس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم برج الأميرة أطول برج في الشارقة مشاريع الدانة في المدينة العالمية صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين مدينة السلام في أم القيوين
قرية الأميرة في عجمان والعديد من المشاريع المميزة. تعمير قصة نجاح. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا بكم. ووصلا مما سبق ومكائد الشيطان، معنى ذلك أنه يأتي لكل الناس ولكن على درجات، على درجة الإيمان التي عندك يأتيك. إن الذين اتقوا وهي أعلى درجة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتذكروا تركت للإبهام هكذا، تذكروا ماذا؟ تذكروا الله، تذكروا أن هذا عدو لهم، تذكروا أن الرسول حذرهم من هذا، تذكروا ما في كتاب الله عز وجل. فالمهم خلى التذكر عند كل واحد بطريقة، كل واحد يتذكر. صحيح. فإذا هم مبصرون، كأن الشيطان يصيب الإنسان بالعمى، عمى بصيرة. صح. ما فإذا هم مبصرون، يعني ما هو مبصر أصلا، أبصر الحقيقة. الشيطان هذا أبصر الحق حقا، وذلك يقول اللهم ارزقنا الحق حقا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن هو الشيطان عمل إيه؟ الشيطان قاعد على قلب الإنسان يجري منه مجرى الدم في العروة. تمام. جري معنوي. تمام. هو ده. إذا ذكرت خنس، لا إله إلا الله، وإذا سهوت تحرك تزين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. حتى في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة، لا قعدنا لهم صلاتك. هو هيروح الخمارة؟ هو يروح الكباريه؟ لا. هو يروح الديسكو؟ لا. هروح قدام البنك الربوي ويقف؟ ما قال لا 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 قال ايه ويشاركهم ايه؟ يشاركهم في الاموال والاولاد، الاموال الربا. تخيل واحد شريكه الشيطان، بالله عليك شكله ايه ده؟ اموال الربا، اموال الربا شريكه الشيطان، هي الاموال دي. سلم يا رب. اعوذ بالله. قال كل مال حرام فالشيطان شريك لك او معك، واولها مال الربا. سلم يا رب. تخيل واحد مشارك الشيطان، تخيل بالله عليك. ولهذا فاذنوا بحرب من الله. الله يرضى عليك. ولذلك قارن الاكل الربا بايه؟ يقومون ايه؟ كالذي يتخبطه الشيطان. ليه؟ لانه كان شريكه. صح. كان شريكه. شريكه في الدنيا. صحيح. صحيح. كل ما يفتتح بنك الشياطين قال الله شغلهم محاسبين فيه. مشاركين بالله. سلم يا رب. فحتى المتقي ياتيه هذا الطائف. حتى لما يجي المسلم ينام، قال يعقد الشيطان على رأس ابن آدم كل يوم من ثلاث عقد. كل ابن آدم، كل ابن آدم، والمسلم وغيره كله، ثلاث عقد، ثلاث عقد. فإذا استيقظ الإنسان بصلاة الصبح حلت عقدة، تبقى اثنتان. فإذا توضأ حلت الثانية. فإذا قام ليصلي حلت الثالثة، فأصبح نشيطا منشرح السطر. جميل. لكن الثاني لما ضرب، ما هو يأخذ العقد ويضربه على رأسه ويقول نام عليك ليل طويل، ليلتك طويلة اليوم، يعقد وينفث ونام والعبد نام وخلق. وبعدين ايه؟ العبد نام على غير ذكر وعلى غير وضوء وعلى غير نية قيام، خلاص. ويقول لله سبحان الله العظيم. يجي يقول الشيطان يقول استنى شوية، لسه لم ينهي الأذان، انتظر لما قبل الإقامة بشوي. الرجل يقعد 20 دقيقة، هم لا الشمس خلاص. بال الشيطان في فمه وأذنه. تخيل أن شعوبا بأسرها تتحرك إلى الحياة صباحا في العمل، وقد بال الشيطان في افواه. ماذا تنتظر من الموظف الذي بال الشيطان في فمه؟ تنتظر منه كلمه خير؟ تنتظر يده هذه ان توقع مشروع خير؟ توزع ارزاق امتي في الصباح، في الصبح توزع الارزاق عن صلاه الصبح. عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزق؟ قال يرزق ولكن لا يبارك له في رزقه، تنزع البركه. فحذاري من ان تشرق الشمس ومسلم نائم، الا بحالات مريض تعبان ما استيقظ، لم يسمع صوت المنبه، لم توقظه زوجته. لكن نعمل كل ده ونقرا اول 4 آيات من سوره الكهف، اول 4 آيات ان شاء الله يعني تساعدنا على الاستيقاظ ان شاء الله قبل النوم. قبل النوم. طيب. يعني اركز على نقطه في والانسان داخل الصلاه. أيوة. اذا مسه نزغ من الشيطان يقطع القراءه ويستعيذ او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقبل القراءه ويواصل ولا شيء في ذلك. لا شيء، لان انا في صلاتي ليس لي الا ما عقلت منها. فقط. صحيح. ما عقلت منها بس. نعم. الشيطان ايضا يعمل قضيه الاستهواء. فالذي استهوته الشياطين في الارض حيران
تستهويه يعني ايه؟ يعني ما فيه هوى بينه وبينها. يعني نوضح؟ نوضح. لما تلاقي مخرج يخرج اغنيه من الاغاني اللي بيقول عليها دي او فيلم. كليبات. كويس؟ اسمع على المصطلح باعتبار المهنه. طيب يا سيدي عافاك الله. بارك الله فيك. فيقول للممثله او الراقصه لا الفستان ده طويل. يبقى ده ايه؟ استهواته الشياطين في الارض حيران ومش عارف يعمل ايه؟ ده 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 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. هو اللي عايز تشيع الفاحشه تخيل؟ ده عمل ده انا تعبت ورهقت من اتعب في العمل. ايوه تصرف كاميرا سبحان الله. هذا الاستهواء يستهويه الشيطان. يعني يشوف عمل الشيطان ده واول ما يشوف نفس قضيه قوم لوط اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لا بلاش الشيخ عمل. لا يا عم يقول لك الحلال والحرام ومحمد يقول لا مش عايزين. احنا عايزين كلام تاني. سلم عايزين نفرح. سلم يا رب. فتنقلب الموازين عنده لان الشيطان احتواه. ثم يقوم الشيطان بتزيين الباطل. خلي الباطل حق. يقول له الربا ده استثمار. ده اقتصاد عالمي. نظرية كنز في النقود. ده منظومة. ده منظومة ليه. اقتصادية عالمية انت ما تجيش تخترقها. لا اسكت انت ما تفهمش. نحن الذي نفهم في الاقتصاد. سبحان الله. فيبتدي يزين تاخذ اموال كثيرة وبعدين يعد. زي الخطبة اللي هيخطبها ايه؟ في المحشر. ان الله قد وعدكم وعد الحق. ادي احنا في الوعد الحق اهو. ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصرخكم يعني ما انا بمصرخكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم. يعني ما انا بمصرخكم يعني مهما تصرخوا انا مش هنقذكم. المستصرخ هو الذي يطلب الايه؟ النجده. الحجم. لا مش ده. يعني ده اللي اضلنا يعني دخل اللي اضلنا من الانس والجن خلوهم تحت اقدامنا في النار. قال لكلهم ضعف. ما شاء الله. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. عجيب. وجاءت المفاجاه فكان عاقبتهما في النار انهم خالدين فيها. انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هكذا كلام ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف سبحان الله. وياتي الانسان ليبخله. ليبخله يخليه بخيل يقول لا الاموال عشان اولاد. انت عندك 3 بنات اعمامهم دول اغنياء اكتب كل ما عندك للبنات. يغره ويجي من قيامه يقول انا مالي يا عم انا عرضت عليك الموضوع قبلته. انا ما انا مسكت يدك وقعت. صحيح. الشيطان مجرد ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يطرد. لا هو يخنس لكن انا لا استعيذ. زيك ايه؟ قال لك لما تدخل الى 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 دوره البيت نعلم الاولاد الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. عندما ننام نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما نتحرك نستعيذ بالله من الشيطان. حتى تدخل دار المحكمه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلي في ذكر دايما الانسان لسانه رطب بذكر الله حتى لا تدخل يعني بيت يقرا فيه سوره البقره تطرد منه الشياطين. من دخل بيته فلم يسلم على اهله ولم يسم الله قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. لك ان تتخيل بيت تقافس فيه الشياطين الصباح. اللهم اعظم الله. لكن اذا دخل رجل بيت فسمى الله وسلم على اهله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم. خلاص سبحان الله. يطرد ياكل يعني طردون في ايدينا نحن والموضوع بسيط. لما دخلت امراه جاريه فوضعت يدها دون ان تسمي الله ودون ان تسعد فامسك الرسول يدها ماسك كمها وشت. سبحان الله. قال والله ان يدها بيده يعني يد الشيطان كانت داخله معاه. يا ساتر الرسول يرى. يا الله يدها بيده. يا الله. سبحان الله العظيم. هو لا ياكل مما سمي عليه. لا تمام. أبدا تماما تماما تماما. ياكل مما لم يسمى عليه. اول ما كده ولذلك اول الجوعان هذا اول ياكل من غير تسميه. لذلك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ماذا قال؟ قال حتى ان تذكرت البسمله في نصف الاكل وبسم الله اوله واخره. انظر الى حنان رسول الله علينا. ماذا يصنع؟ فتقايق الشيطان ما في بطنه. يا الله. يرجع ما وراء يعني سبحان الله. حتى يقال ان الشيطان المؤمن التقى مع الشيطان الكافر. فشيطان الكافر بص على الشيطان يقول له نحيف ضعيف هزيل. قال انت مالك؟ قال انا عايش مع ناس كل ما اكله يسموا الله ويستعيذ بالله مني ما اكل. يجي يناموا ما يستعيذ ابات في العراء بره. يجي يشربوا ما اشرب. فما فيش اكل لي وانا متخصص بروح في حته ثانيه.
وانت مالك سمين كده؟ انا عايش مع ناس لا تسميه ولا بتاع ياكلوا ايدي معاهم يشربوا والعياذ بالله. فتخيل به في شاطئ هذا اي بركه تلك. سلم يا رب. سلم. نعم. وهذا المقصود بقول تبارك وتعالى خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، ليست خطوه واحده. لا هو خطوات يعني وسوسه ثم تمام وبعدين يدخلك في مشكله ثانيه وبعدين يخليك تبخل باخراج المال وبعدين يقول لك يا راجل لاولادك محتاجين المبلغ. وعدهم وعدهم. المراد بقول تبارك وتعالى وعدهم يعني ان خلي المال معاك، المال ده ثروه، ده بيخطي مشروع. يعدهم هو حاسب يبخل. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يعيدهم ويمنيهم. يمنيهم. هذه من خطوات الشيطان. يقول يمنيهم ده انت تبقى غني. شوف نافق الراجل ده الوزير او المسؤول وانت ايه يعينك. يدخل ينحني يقول والله انت بك نكون وبغيرك لا نكون والكلام يخرج من المله. ولا يعيدهم ويمنيهم والعياذ بالله. فيخليه ايه يعني سبحان الله ينحني بهذا المنطق. ولا يحافظ على لقمه عيشه وعيش اولاده. لا 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 بما يرضي الله. مجامله بسيطه تعبر. لا لا لما قال معاوية يا أحنف يا ابن قيس ما رأيك فيه؟ قال يا أمير المؤمنين إن صدقتك غضبت مني وإن كذبتك يعني قلت لك رأي تاني غضب من الله. غضب من الله. غضب من الله. الله يغضب. تأخذ رأيك ويبحث على ويبحث على سبحان الله. نعم. هذه يعني إحاطة حول أساليب ومكايد الشيطان. نعم. 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 لا يكل ولا يمل الشيطان هذا. هو له دعوات متتاليه يعني متى يغضب وينصرف عني مثلا؟ لا هو شوف كلما سجدت غضب. ما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا اقل ولا اذل من يوم عرفه. يولي يا سبحان الله. ويجتمع للناس متى؟ عندما يفيض من المغرب. مغفور له الحقد اشتغل. الله كل الالاف دي كل ال 2 3 مليون دول مغفور لهم. يقول بقى ايه ده الاتوبيس بتاعنا فين؟ فين المركبه اللي توصلنا المزدلفه؟ فين الناس تمسك في بعض في ضاعت يا اله الا الله؟ فين يا اخواننا الهدوء؟ استعيدوا انت لسه قاعدين نذكر وندعو. فالايمان لانه ايمان بالقطعه ضعيف. ايمان قوي. ايمان ضيط. لا ايمان اللي هو ايمان بتاع ايه؟ ايمان الوقت يعبد الله على حرف. لكن هو لا لا له والعياذ بالله رب العالمين له دعوات خطيره خطوات. تيجي الخطوات. اتفضل. يقول الاول يدعو الانسان والعياذ بالله للخروج من المله. اعوذ بالله. ما بتدي يقول لك ايه؟ ايش عرفت ان في عذاب قبر؟ تقول له الاحاديث. لا انا ما اقتنعش بالاحاديث. تقول له الايات اهي. يقول ده مش تفسير الايات. فاذا الشيطان تملكه في القضيه دي يقول له انا ايش ادران يعني في حد راح الاخره ورجع او دخل في القبر وشافه. خطوه 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 يخرجه من المله. مين قال لك ان الحجاب فرض؟ مين قال لا 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 اصل ايه قضيته ومن لم يحكم فيها كلام. فيها كلام. بس فتجد خلاص والعياذ بالله. فان فشل في ان يخرجك من الاسلام يروح مدخلك على الايه؟ على البدعه. تالف في الدين بك. جماعه يقولوا حلقه مع بعض قاعدين يقولوا مش عارف ايه الكلام ده، جماعه يطوفوا حوالين ضريح، جماعه مش عارف يعملوا صلوات معينه ما انزل ربهم سلطان. لا 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 لو فشل في البدعه يخليك تقع في الكبائر. قلت فضلاتكم ان البدعه في العباده وليست في العاده. وليست في العاده. نعم نعم. في العبادات وليست في العادات. نعم. تمام. مش عايز اسمها بدعه حسنه وبدعه سيئه. خلاص احنا قلنا. نعم. قلنا في سنه. من السنه في الاسلام سنه حسنه. نعم. ان فشل في اخراجك والعياذ بالله من الاسلام ثم فشل في البدعه ندخلك على الكبائر. اوف الله اكبر. يقع الاول في الكبيره وبعدين ايه؟ يقول له انت موظف مسكين دي مش رشوه. ده إكرامية. ده إكرامية. ده محبة. هي الدولة عارفة يقول يا راجل لا 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 يعني معقول ال 200 ولا 300 اللي تاخدهم دول يكفوا؟ يا راجل تكره على الله ده راجل من دلك بسماح نية. وبعدين هذا عرف اجتماعي معمول به الآن. هو أنت الوحيد الدجاج اللي أذنت؟ يعني أنت اللي بقى سبحان الله. يبتدي إيه؟ يستمر المعصية. أول مرة يأمن بنفسه شوية. وبعدين التأنيب إيه؟ عامل زي الولد لما يرسب أول مرة يبكي وتاني مرة خلاص بعد كده يتعود على الرسوب. يطلب يا خلاص هو اللي سبحان الله يروح مدخله على الايه؟ على الكبائر. طب اللي ما يستطع ولا الايمان بتاعك قوي يحبب لك الصغائر. يا راجل دي نظره، يا راجل دي اغنيه، يا راجل بس اسمح شويه، يا راجل رفع عن نفسك القلوب تكل. والانسان يستصغر ايه؟ ولا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار، لا صغيره ان قابلك عدله ولا كبيره ان واجهك فضله. صحيح. ها؟ ان العصا من العصيه.
وهل ترد الحية إلا الحية كما قال سبحان الله عصى إن ما فلحش في الصغائر وأنت قوي الإيمان يدخلك على إيه؟ الأكثر من المباحات، البيت الواسع، السهرة الفارهة، المجوهرات. ما أظن أن تريد هذه أبدا. طبعا ما خلاص ولا الله الاخر، والمليارات، الملايين، المضاربات، الموضوع يكبر معاه اصحاب الجنه خرب الله يرضى عليه. سبحان الله العظيم، فشل معك في الوحات، يسلط عليك جنود بك من الانس والجن يتبعوك في كل موقف ما يسيبوكش، والامر كله مرهون بمدى اعتصامك بالله عز وجل ونعم بالله. فاذا كان معك الله خلاص، داومت على الذكر، اتبعت الكتاب والسنة، سبحان الله أخلصت النية، لزمت الجماعة، لا توالي الشيطان ولا أهله ولا أتباعه ولا الشيطان ولا يأتي عندك، تبقى عبد نقي لله، تقي لله ولي، خلاص. إن عبادي هنا بقى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، خلاص. ليه؟ لأنه عبد سبحان الله العظيم ما اغترش بايه باساليب الشيطان، والدنيا ما شغلتهوش، وانما هو ايه دايما بص على الهدف، انا عندي بعد الحق، عندي الاخره، عندي عايز انجو من النار، فما زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، انا عايز اكون فائز. اذا كان الهدف كبير بالشكل ده يصغر الشيطان، يصغر الشيطان ولا يكون شيء. نقل خطوات الشيطان مرة أخرى وإلى ما يدعو، الخروج من الملة، يقول عياذ بالله رب العالمين، فإن فشل فإن فشل إذا خرج على البدعة، البدعة فإن فشل الكبائر، يدخل الكبائر، إن فشل الصغائر، يدخل الصغائر، إن فشل يدخلك يكبرك المباحات، المباحات أو الفشل يسلط عليك جنود بقى خلاص، جنود إنس وجن، سبحان الله، يقول له يا أخي دخل ادخل على السيد رئيس مجلس الإدارة يعني، قول له صباح الخير، السلام عليكم يا فلان بيده حفيده ومش عارف بلغ سنة، بارك له يا شيخ، عم انا مالي بحفيده انا ما اعرفهوش، يا راجل شغل كده علاقات وذكاء اجتماعي. من دخل، اسمع كلام، من دخل على غني او حاكم فتضعضع له لغناه ذهب ثلث دينه، سلم يا رب، هذا حديث. من دخل على غني فتضعضع، ايه ده يا ان قارون يعني لذو ثروة، انت اول ما تضعضع لغناه يذهب ثلث دين، وان لم يتضعضع يذهب مستقبله كله في الدنيا. لا 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 ده مستقبله مشرق، لا لا ده مستقبله مشرق مع الصابرين والحمادين على كل حال، لا 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 ما شاء الله يطرد من البيوت ولا يطرد ولا لا 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 ابدا لا 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 ولا يحب، لا 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 بالعكس بالعكس بالعكس، والله تفتح له ابواب السماوات وتفتح له بركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام الله، كلام الله، لا طبعا. يعني في كبسولة، أيوة، كما عودتنا فضلاتكم دائما، كيف نقي أنفسنا شرور هذا الشيطان إبليس؟ أول شيء أنا أبقى في معية الله بالذكر، كل ما أذكر الشيطان يخلص خلاص، كل ما ادخل مكان استعيد بالله من الشيطان الرجيم، كل ما اجلس في مكان استعيد بالله من الشيطان، كل ما استغفر، نعم، ثم لا يغرني هذا الغرور بشيء. اول ما يوسوس لي اقيس الامر على الكتاب والسنه، انا عندي ميزان، فان كنت لا اعلم اسال من يعلم، مش لما انا يوجعني شيء هم يختلفون وهم لا لا معلش لا 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 والله الساحه ملأة، لا لا ما شاء الله، لا لا فضلتك على واعلى لا 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 فيها اهل العلم واهل الفضل وعلماءنا كثر والحمد لله، واهل الفضل وما شاء الله عليهم يعني، والله لو يعني انا اسير لاخواني واساتذه من العلماء يعني حبوا على الايادي وليس على الاقدام والله، واسالهم واستفتيهم واسال يعني سبحان الله العظيم. في ملحوظه عجيبه وجدناها في قضيه الاعجاز العددي في القران، برضه قضيه الشيطان وال يعني وال والملائكه والخير والشر والدنيا والاخره، هذه ثنائيات، ثنائيات عجيبه في 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 ماذا وجدت فضيلتك؟ يعني اسمع يا سيدي، في ال 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 الفجار تكررت في القران 3 مرات، الابرار 6 مرات، الضعف الضعف، وكان الابرار كثر، سبحان الله. احنا نظن ان الفجار كثر، كثر ابدا، الابرار 6 مرات في كتاب الله، النور 24 مرة، الظلمة 24 مرة مثلها، العسر 12 مرة، اليسر 24،
36 مرة. 36 أضعاف. فإن إن مع العسر يسر، إن يعني عسر بين يسرين. طيب الفضل الضعف. لما العسر أمامه يسر أساسا. ها؟ وربنا ضاعف فبيت عندك 3 أضعاف. يا سلام. سبحان الله. نعم. العسر. العسر 12 مرة. اليسر. 36 مرة. عجيب. سبحان الله. عجيب. الحياة 145 مرة، الموت 145 مرة. فزي ما نتكلمش عن وعد الحق. سبحان الله. ها؟ كلمة الحياة 145 مرة. والموت 145 مرة. الصالحات 167 مرة، السيئات 167 مرة. الله أكبر. الدنيا تكررت 115 مرة، الآخرة 115 مرة. تماما نفس الرقم. الملائكة تكررت 88 مرة، الشيطان 88 مرة. الله أكبر. الله أكبر. عندك ال سبحان الله، الشدة 102 مرة، الصبر 102 مرة. أيضا المترادفات. إبليس 11 مرة، والاستعاذة بالله 11 مرة. جهنم 77 مرة، والجنة 77 مرة. مثلها تماما. هل لهذا حكمة؟ وطبعا الله أعلم مراده، لكن هذا يدلنا على أن القرآن مثاني، هذا الأمر وذاك الأمر، هذا من طراز الرحمة وهذا من طراز العذاب، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا هم هؤلاء هم الشياطين وهؤلاء هم الملائكة. فالإنسان يستطيع أن يقهر الشيطان بشيء واحد، أن يكون موصولا بالله فقط. يعني لو عندك نصف دقيق اضرب المثل. تفضل. طب عندي دقيق. الله يرضى عليك ما شاء الله عليك. ضربنا المثل من قبل وقلنا لو انك تسير مع ابنك الصغير ذو الأربعة اعوام واظلمت المنطقة تماما. نعم. فلم يصبح فيها بصيص من نور، واستولى الخوف واستولت الهواجس على الطفل، وقال ربما تتهمنا سيارة او يعضنا كلب او نقع في حفرة، فمن شدة الخوف والهواجس نسي أن أباه بجواره، نسي تماما. نعم. فلما أعيد تيار كهرباء للمنطقة كلها تيقن الولد أنه بيد أبيه، فاطمأن وألقى الحمول على أبيه. خلاص ألقى الحمول تمام. الإنسان في ظلمة القطيعة وفي البعد عن الطاعة وفي ظلمة المعصية لا يرى أن الله قريبا منه، فلما يشرق قمر التوحيد وقمر الإيمان وقمر الطاعات وحب العلماء وحب العلم في قلب العبد، ترى أن ربك أقرب إليك من حبل الوريد. فما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني وأنا ألملم شتات فكري لأبحث عن أسئلة ربما تدور في ذهن بعض المشاهدين والمستمعين الآن ونحن نمثلهم. إبليس هو حي. نعم. موجود طبعا. يعني حتى يوم القيامة. الى يوم القيامة. نعم. الى يوم القيامة. نعم. نعم. ربي انظرني الى يوم يبعثون. الى يوم الوقت المعلوم. قال انك بالمنظرين. الى يوم الوقت المعلوم. معلوم. نعم. موجود. نعم. وله زوجة. يعني له ذرية. اكيد له زوجة. يعني له هو في حد ذاته. عم المصادر لم تتحدث لم فيها. يعني ربما له. ربما له. هل لهم اشكال محددة؟ لا يعني لم يرهم. لم ضخامة الجسم مثلا. خصوصا هم يصعدون الى السماوات ويأتون بالاخبار ويهبطون الى الارض. كانوا. فمن يستمع الان يجد له شهابا ورصدا. كانت هذه في زمن سليمان، وبلغوا ان سوف يأتي النبي الخاتم فلا يستطيع الواحد منهم ان يأتي باي اخبار. فلما وجدوا الشهاب الرصد قالوا لابد ان في امر، لابد ان الرسول قد بعث. ها؟ قالوا يعني لحد وقت الرسول عليه الصلاه والسلام. اي نعم بلى. يروح يصعد ويروح ويجي. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. يحرقه. يحرقه سبحان الله. لان هذه اعطيت لسليمان فقط، اللي هي قال يا رب كيف احكم هؤلاء؟ يعني ده شياطين وجن. قال من يزغ منهم عن امرك قل له احترق. يحترق. كلمة. والسؤال الذي يسأل ولك إذا كان الجن من الشيطان من النار. نعم. كيف يعذب في النار يعني؟ كنت ساعات على هذا التساؤل. يعني هو الله يعني أكرم أهل الجنة وقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. وادي زمهرير هذا سوف نأتي ليه في ضمن وديان النار فيها وديان. نعم. سوف نتحدث عنه. هذا الوادي فيه زمهرير برد شديد
من شدته يقع اللحم من فوق العظم من شدة البرد يوضح في مرضة الجن. سنأتي تفصيلا على درجات يعني أهل النار يعني. وهذا هو المبشر الأول بالنار والعياذ بالله رب العالمين الشيطان. اللهم أبعدنا عنه ولا نكن من أتباعه ولا يؤثر علينا أتباعه يا رب. دعاء نختتم به الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل هذا الجمع من المشاهدين جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا عسيرا إلا يسرته. ولا كربا إلا أذهبته. ولا هما إلا فرجته. ولا دينا إلا قضيته. ولا ضالا إلا هديته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا الإسلامية يا رب العالمين، وعن أبنائنا وبناتنا يا أكرم الأكرمين. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واختم لنا ولهم بالباقيات الصالحات، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما. بارك الله فيكم وفيكم إن شاء الله.